مورينا مباشرة عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن دكتور ممدوح سلامة الخبير الدولي في شؤون النفط. بداية أهلا بك دكتور ممدوح. إذن دكتور ممدوح سلامة، النفط اليوم في أعلى مستوى له، فاق 75 دولار للبرميل، يعني ما هي العوامل التي ربما ساهمت في رفع السعر لهذا السعر؟ السبب الرئيسي هو تحسن الاقتصاد العالمي وانفتاحه. الاقتصاد العالمي مرشح له أن ينمو هذا العام بنسبة 6.3%، وهي من أعلى النسب في تاريخ نمو الاقتصاد العالمي. هذا يعني أن الطلب العالمي على النفط آخذ في التسارع، ثم أن الطلب العالمي على النفط قد عاد في شهر حزيران إلى ما كان عليه قبل جائحة الكورونا فيروس، وهو 101 مليون برميل في اليوم. إذا وضعنا هذين السببين لوجدنا أن هذا هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار النفط. هناك من يقول أو هناك في رأيي دلائل على أن النفط آخذ في التسارع وقد يحقق 80 دولار للبرميل الواحد في فترة قصيرة من الآن. يعني هل هي ربما مجرد فقاعة أسعار تزول بزوال العوامل المسببة لها؟ وربما الأمر يتعلق بعناصر جديدة قد تطيل مستويات الأسعار الحالية لفترة أكبر؟ في الواقع لا أتفق معك في الرأي هنا، لأن الاقتصاد العالمي آخذ في النمو، اللهم إلا إذا حدثت لا سمح الله كارثة جديدة، ولكن لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الاقتصاد العالمي سيعوض ما خسره نتيجة لجائحة كورونا فيروس في عام 2020، وهو آخذ في التحسن يوما بعد يوم من ناحية حركة المواصلات الجوية وعودة العاملين إلى وظائفهم واستخداماتهم لوسائل التنقل في العالم، إضافة إلى الحاجة للنفط سواء في صناعة البتروكيميكالز، الصناعة البتروكيميائية، أو في أي سبل أخرى. طيب، في مطلع الأسبوع الجاري توقع بنك الاستثمار العالمي جولدن ساكس أن ترتفع الأسعار فوق مستويات 100 دولار للبرميل، كيف تعلق على هذا السعر دكتور ممدوح؟ في الواقع أنا قلت ذلك قبل جولدمان ساكس. أنا في منتصف العام الماضي قلت أن الأسعار برنت كرود مرشح له أن يرتفع إلى ما بين 70 إلى 80 دولار للبرميل الواحد في الربع الثالث من هذا العام. نحن على بعد شهر واحد من الربع الثالث. لهذا السبب أقول أن الاندفاع في الاقتصاد العالمي سيمكن الأسعار للوصول إلى ما فوق 80 دولار قريبا وقبل الموعد الذي توقعته في العام الماضي. يقول رؤساء تنفيذيون أيضا لشركات النفط العالمية العملاقة على غرار رويال داتش شيل وتوتال إن ارتفاع الأسعار فوق مستويات 100 دولار للبرميل قادم لا محالة، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن التقلبات داخل السوق قد تدفع الأسعار مجددا نحو التراجع. ما تعليقك على ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، وما تقول شركات النفط العالمية مرده أن حجم الاحتياط المتوفر لديهم آخذ في الإضمحلال سريعا، لأنه ليس لديهم سبل لتعويض ما يستخدمون. فبالتالي من المرجح أن يقولون ذلك، ولكن أنا أعتقد أن انخفاض الاستثمارات في مشاريع النفط
ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 100 دولار في العام القادم أو ربما مطلع عام 2023. نعم، دول نفطية دكتور مودوحة أو الدول الرياحية، يعني ما الذي يمكن أن تحققه من ارتفاع أسعار النفط؟ ما يمكن لها أن تحقق أن تتنفس صعداء، لأن بإمكانها من ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع دخلها من صادرات النفط أن تغطي العجز في ميزانياتها. هذه الدول وخصوصا دول منظمة أوبك ومن بينها الجزائر تحتاج إلى أسعار تزيد عن 80 دولار لتغطية ميزانياتها وسد العجز فيها، فبالتالي هذا سيساعدها على سد العجز وربما تخفيف حجم القروض التي تأخذها من السوق المالي العالمي. برأيك ماذا يمكن، يعني كيف ستتصرف دول أوبك مع هذا الارتفاع؟ يعني هل ستخفض الإنتاج أم ستبقيها على المستويات الحالية؟ منظمة أوبك تتعامل ببراعة بالغة مع سوق النفط، وهي تعمل على الحفاظ على استقرار أسعار النفط واستقرار السوق، فهي عندما تجد أن الواردات أو الموجود في السوق من النفط قد يساوي الطلب العالمي عليه، فهي تزيد قليلا من إنتاجها، أي تخفف الحظر المفروض على الإنتاج حاليا لمنع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر مما يستطيع الاقتصاد العالمي أن يتحمله. فهي تراقب السوق بإمعان، وهي ستتعامل مع زيادة الإنتاج طبقا بسرعة ارتفاع الأسعار في السوق. نعم، من جهة أخرى إيران تعلن اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن، يعني كيف يمكن أن تؤثر عودة صادرات إيران على أسعار النفط التي نشهدها اليوم؟ أولاً، ما قالته إيران غير صحيح. أنا لا أعتقد أن رفع العقوبات عن إيران، العقوبات الأمريكية عن إيران سيحدث حتى في عام 23 أو ربما لن يحدث أبداً بسبب الفوارق في موقفي البلدين من البنود المطروحة. فبالتالي أنا لن أرى رفعاً للعقوبات الأمريكية قريبا، وحتى لو رفعت العقوبات وهو شيء مستبعد جدا، إيران لا تستطيع أن تجلب إلى سوق النفط أكثر من 650 ألف برميل إضافي، والسبب أنها نجحت في تجنب العقوبات الأمريكية بمساعدة الصين، وهي تصدر الآن 1.5 مليون برميل في اليوم، أي 71% مما كانت تصدره قبل العقوبات، فبالتالي لا يمكنها أن تجلب إلى السوق أكثر من 650 ألف برميل، والاقتصاد العالمي الذي ينمو الآن بـ 6.3% قادر على استيعاب هذه الكمية الصغيرة. نعم، دكتور ممدوح سلامة الخبير الدولي في شؤون النفط، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن، نشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. إذن مشاهدينا، نتابع ما تبقى من النشرة الاقتصادية بعد هذا الفصل.